رجعنا لحضراتكم مره تانية بعد الفاصل. قبل الفاصل عملنا ايه؟ عملنا البولوبيف الجميل ده، وبرضو عشان لو لسه في حد يعني منضم للفقره بتاعتنا. ودلوقتي بقى هنعمل عجينه كده سهله. بصوا بقى، في ناس ما تسلم ايديكم يا رب، في ناس ممكن تكون ايه ما بتحب، يعني مثلا عشان نشتري توست ونعمل الولاد ساندوتش ميكر ولازم الجهاز، مش لازم اي حاجه. انا يعني عارفه ان الولاد دماغهم شويه الفتره دي، الجيل ده جيل مختلف شويه عننا، فكره ان هو عايز ياكل حاجات سايحه وعايز حاجات فوق بعض وحاجات كده، عارفين ايه زي اللي بيشوفوها في على مواقع السوشيال ميديا، يعني على السوشيال عموما في كل المواقع الخاصه بيه. فاحنا ممكن نعمل عجينه، العجينه دي تنفع بعجينه بسيطه سواء فيها خميره او ما فيهاش على فكره، يعني تنفع العجينه دي بخميره او من غير. ينفع بقى نعملها في الفرن الناس اللي وينفع نعملها في جريل زي ده، مش بالضروري يعني لازم يبقى عندي الجهاز المكبس اللي هو فيه ساندوتش ميكر اللي بيتحط عشان يديني التضليعه دي. وفكره التضليعه احنا هنديها نفس الفكره برضو ان شاء الله تطلع معانا حلوه. يعني تعالوا نقول العجينه عجينه سهله وبسيطه نزل مقدارها دلوقتي، وهي مغذيه لان فيها نسبه لبن. عايز يحط الدقيق ويسقي العجينه دي باللبن ماشي، اللي عايز يديها معلقه لبن بودره ويحط لها ميه دافيه برضو ماشي. طيب هنقول للعجينه عندي كوبايه لبن دافيه، معلقه خميره كبيره، معلقه سكر كبيره، مع كوبايتين ونص من الدقيق، معلقتين زبادي او لبن رايب لو متوفر، مش متوفر خلاص معلقه كبيره من الزبده ورشه ملح. الحشو بقى اي حاجه موجوده في البيت عند حضراتكم، زيتون ماشي، طماطم ماشي، صوص بيتزا ماشي، انا احط صوص بيتزا، عندي مثلا جبنه رومي، عندي جبنه تشيدر، عندي موتزاريلا، عندي شرايح طماطم، عندي اي عندي تونه، عندي اي حاجه. ان شاء الله المره اللي جايه هنعمل التونه من السمك عشان اللي عايز يحتفظ بالتونه، وعشان هي بقت غاليه العلبه بقت ب 30 جنيه دلوقتي. طيب تعالوا بينا نبدا نحط كده. بسم الله الرحمن الرحيم. اللبن ده المفروض يبقى دافي شوية، خليني معلش ايه ادفيه هنا، وخليني اخد الدقيق وعليه معلقة خميرة، معلقة سكر. العجينه دي من العجين الجميله، وانا هحط الزبادي بصراحه اهو، معلقتين بالميه اللي هي بروتين الزبادي اللي احنا اتفقنا ان احنا ما نرميهوش، دي اللي بيبقى فيها البروتين بتاع الزبادي، فاحنا المفروض ان احنا ندوبه وناخده. حلو؟ طيب وبعدين هنزل كده، ناخد تقليبه بسيطه، انا مجهزه منها شويه، وارفع بقى اللبن خلاص يا دوب يبقى فاتر بس اهو، احط صباعي فيه. تمام، بسم الله. بصوا بقى، هاخد كده شوية من اللبن بس، بسم الله، وننزل ومكعب زبدة واحد. نخلط بقى الخليط ده، تعالوا نرفع، لسه ناشفه شويه، عايزه شويه لبن صغننين قوي نونو، نحط بالتدريج بس كده. يلا بينا، بسم الله بسم الله. لا لا انا كنت حاطاه ناحيه النار شويه. بصوا بقى، حاطين دي جنبي حبايبي جدعان، اوبا اخد كده معلقه واحده بس، بسم الله. وتعالوا بقى ايه نجهز يا
يلا بينا. بسم الله نرفع بقى وناخد دي. بصوا العجينة حلوة جدا. نخلي بس ده هنا الكارت ده كده ورشة كده بسيطة. أنا طبعا هسيبها لازم تخمر شوية، بس عايزة أوري حضراتكم القوام بتاعها. أهو شايفين إزاي؟ شايفين طرية وجميلة إزاي؟ يعني العجينة دي من العجاين الناعمة الجميلة، تنفع في كل حاجة. أهو شايفين إزاي؟ هاخدها بقى في بولة كده. جدعان. طيب هناخد بقى كده بولة، بسم الله الرحمن الرحيم، ونحط فيها العجينة الحلوة دي. وطبعا لازم تكون بولة ناشفة فيها نقطة زيت واحدة. بسم الله الرحمن الرحيم. هنحطها هنا كده وهنغطي بقى عليها وهنطلعها بعد ما تخمر. هتبقى بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده. هنبدأ نقسمها كور عشان تعمل معانا ايه؟ سندوتشين ثلاثة. انتوا زي ما انتوا عايزين، اللي قادرين عليه اعملوه، واللي حاسين انه هيتبقى من العجين نحطه في اكياس برشة دي في الفريزر، وقت ما نعوزها نطلعها ما يجراش أي حاجة، وتبقوا حضراتكم جهزتوا عجينة جاهزة عندكم في التلاجة زي عجينة البيتزا بالظبط. طيب هفتح بقى هنا، بسم الله كده. أيوه كده، ونطلع العجينة أهي. خليني بس إيه أظبطها كده ظبطة حلوة عشان ونقطعها بقى يعني بشكل كويس، تاخد معانا ايه شكل جميل. انا بسخن، بصوا اللي هو الجريل ده. يلا بينا. بسم الله كده كده مثلا. تعمل كتير والله، وعلى حسب الحجم، على حسب الحجم اللي حضراتكم عايزينه. سووها بس هنا كده، وتعالوا ايه ناخد حبه حبه خفيفه كده. نيجي ناخد دي مقلبوزه شويه. بصوا احشوا بقى الحشو اللي يريح حضراتكم. عايزين نحط شويه بلوبيف من اللي احنا عملناهم دول، مفيش مشكله. ادي كده المردلة، بسم الله، ويلا بينا اهو كده. نفتحه بس شوية كده. فاكرين لما عملنا الكاليزوني بس كان التاني من غير خميرة، للناس اللي مش عايزة حاجة بخميرة، ده بقى فيه خميرة. ندخنه بس شوية عشان ينفع ياخد معانا حشو حلو كده. حلو خلاص، وهياخد كده واحده تانيه ولتكن دي، وحته نونو كمان اهو كده. نسيب دي على جنب ونفرد دي كمان. هنعملها وش وظهر، يعني ليها كفر من فوق. خلاص هي بصراحة حلوة جدا الأمانة، والوصفة دي منتشرة جدا حقيقة، وكتير ناس بتحب تعملها، وحتى الشباب الصغيرين. فبصراحة يعني ولادي قال لي أنا عجباني جدا فأنا عملت. بس بقى قلنا الولاد الصغننين لازم نعمل لهم حاجات كده مختلفة. بسم الله. برضو أنا بسخن الجريل قوي. تعالوا بقى ناخد الحشو. عايزين ناخد الحشو ده، ناخد الاول صلصه البيتزا نعملها كده ايه كدخل ليها. بسم الله. عندكم بقى سجق، عندكم بلوبيف زي اللي احنا عاملينه. هناخد كده من البلوبيف. بصوا بقى اهي، اهو
عشان نستمتع بقى بالايه، بالحاجات البيتي دي. وادي الجبنه، شوية من الصوص، واحدة فلفل كده، لا حول ولا قوة، لا إله إلا الله. حبايبي انتوا والله. إن شاء الله إن عشت وكان ليا عمر، حاضر أوعدكم حاضر. بصوا كده شايفين، تعالوا بقى ناخد دهنة كده من الزيت. بسم الله بسم الله. يلا بينا اجيب بس، ايوه شايفين ازاي. يعني مش شرط طبعا، الساندوتش ميكر بيبقى ليه درجة حرارة عالية فبيعمل على طول. انا بس عايز اسيبها هنا تاخد الايه، الجنبين بتوعها دول اللي هي الخطوط الحلوه دي، ونعمل احنا واحدتين كمان. ايه رايكم؟ اكيد طبعا اكيد، احنا مش ممانعين على فكره. ايوه ماشي. طبعا حبايبي هم عاملين كوشوني جو دي فندم. حاضر يا فندم. نخراشي اسي مالا الحارسي قال. كنت بقول كده لولادي لما حد يقع. يسيم الله الحارس يا الله. الحمد لله. يلا بينا. بصوا بقى. ماشي يا نور عيني، هناخد برضو شويه من البلوبيف. اللي عندكم اي حشو انا بعمل من البلوبيف عشان انا عملته النهارده. فاحنا عايزين يعني بصوا طري ازاي وجميل ازاي. بصوا. بلوبيف بيتي. يا سلام يا سلام. ايوه بصوا الجمال ما شاء الله. ناخد بقى كام فلفلايه كده، شويه جبنه. الاجبان بقى اللي عندكم، الاجبان لما تنشف احنا اتفقنا نضربها ونحطها فين؟ في الفريزر. هتنفعنا في حاجات زي دي قوي للولاد، بالذات للولاد. تاني. واو يا خبر يا خبر يا خبر، ما شاء الله. شايفين؟ ها؟ وتعالوا بقى ناخد رشة كده. انا بعمل واحدة تانية كده خفيفة. ما انا مش عايزة اروح بعيد قوي عشان الكم. حتى لو بالايد. وهنا والله حاجات جميلة وسريعة، والله هي أفكار لطيفة ومش عيب إن الواحد يعني يعمل أفكار سريعة ولطيفة كده للولاد، وخصوصا إن هما بيشوفوا عايزين ده، إحنا عايزين ده، كل اللي بيشوفوه يقولوا عايزين ده، بس هما ما بيعملوش حاجة غير إنهم يقولوا عايزين زي ده. بصوا كده صوص البيتزا، فاكرين اللي كنا عاملينه قبل كده؟ آه يا حبايبي. شايفين؟ وهبدأ بقى آخد
الكروشيه التاني من العجين فوق الساندوتشه. شايفين الجمال؟ انتوا مش جايبين ليه على الساندوتش اللي في الطاسه في الجريل يعني؟ ايوه ايوه كده على الجريل. اللي في الجريل بعد اذنكم. ايوه تعالوا اتفضلوا. شايفين ازاي اهو؟ بنقفل بس الحروف كويس. شايفين الجمال؟ ريحه السجق طلعت يا اولاد. سوري البلوبيف. يا نهار ابيض على الجمال. حاضر يروح قلبي بس كده. طبعا ما ننساش معلقه الزيت طبعا. لو في ساندوتش ميكر احنا اتفقنا هنحطه في الجهاز على طول. خلاص طبعا كان زمان الساندوتش ميكر اسعاره كانت حلوه يعني، كان يقدر اي حد يجيبه. دلوقتي الاسعار تفاوتت بشكل كبير، فما بقاش سعره يعني، بقى سعر عالي شويه كتير. ففي ناس ممكن تتغاضى عن ده. نعمل على الجريل يعني، ماله الجريل هيقول لا يعني؟ اهو هنشيل ده ومجهزين التاني. اول ما ده يطلع حطه بقى في الطبق بتاعنا. ما شاء الله. يلا بينا. نعم وهناخد نقطة زيت اللي هي. حاضر بصوا كده. حاضر. الله تسلم ايديكم والله. هعمل كده هحط التاني. نقفل بس ده ياخد الشكل اللي احنا عايزينه. بس خلاص اه ده اللي خلص. جميل جدا. ويعني ايه بصوا بقى حاجه كده ايه لطيفه. طيب عندي ده عايزه اقول لكم حاجه بس في الزيتون. اللي عنده زيتون ولقاه طري قوي 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 وعايز يستفيد منه يا جماعه، والله بيتباع دلوقتي معجون اسمه معجون الزيتون. بيتباع زي برطمانات الصلصه كده. هو ده عايزه اوريه لكم. بصوا زيتون، زيتون مفروم ناعم بيوري، فنقدر نعمل ده ونحشي بيه. احنا عندنا بقى بيتزا عايزين نعملها، فطاير، حاجه مش محسوسه بالزيتون ممكن قوي يعني. كل دي افكار اهي. خلاص عشان بس ايه اصدقائنا اللي ممكن يقولوا عايزين نحتفظ بيه بس مش عارفين. طري قوي قوي وبقى زياده، ولو صابوه اكتر من كده هيبوظ. بسم الله اهو. وادي الساندوتش التاني. طبعا اي حشو موجود عند حضراتكم حطوه، اي حشو يريحكم. ممكن يبقى خضار، ممكن تحطوا طماطم، ممكن تحطوا، بس انا حطيت صوص بيتزا لانه بيدي كده طعم حلو الحقيقه. صوص البيتزا ده من الحاجات المحببه، احنا عملناه من الطماطم كونكاسيه وعملنا كل الحاجات دي مع حضراتكم بشكل جميل من الالف للياء. وازاي نشيله ونحطه ازاي ويبقى عندنا موجود اهو. بصوا احنا بنستخدمه طول الوقت ازاي اهو. دلوقتي بقى انا عبال ما اجهز الساندوتش التاني ده واعمل واحد كمان، هستسمح حضراتكم في بريك ونرجع نعمل شويه بلويف بالبيت كده حلوين. مستنيه حضراتكم بعد الاستراحه.